المواضيع أخرى بعد نتكلم عليها على هامش هذا الموضوع، لكن الموضوع الأساسي مثل ما قلت وهو الأمن الغذائي. الحمد لله، الحمد والشكر لله، عدنا ملفين أساسيين في الجزائر الآن رانا متحكمين فيهم مليح، بالرغم من المشاكل الداخلية، بالرغم من العجز، بالرغم من فشل الحكومة، بالرغم من أمور كثيرة، عندنا أمرين مهمين. الأمر الأول وهو المديونية الخارجية. الحمد لله أن الجزائر ليس عليها ديون أبدا، لا من الشرق ولا من الغرب. واحد ما يسالنا، واللي يسالنا يجي حسبنا، وهذه خصلة وميزة من محاسن المرحوم بوتفليقة. بصراحة الرئيس بوتفليقة رحمه الله، ربي أعطى الخير في عهده، بترول وغاز وأسعار وكذا واستقرار وكذا، قدرنا ندفع كل الديون الخارجية وأصبحت الجزائر صفر ديون خارجية. هذه نقطة إيجابية، وحافظ عليها الرئيس تبون بشكل كبير. الرئيس تبون كان حريص حرص شديد على أن تبقى الجزائر صفر ديون خارجية ونتهنوا. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الأخرى وهي الأمن الغذائي. الجزائر من أكبر الدول في العالم العربي والعالم الإسلامي وإفريقيا وحتى العالم، مستوردة للقمح اللين حبوب. احنا من أكبر الدول في إفريقيا والعالم العربي، الجزائر ثاني دولة بعد مصر. مصر هي أول دولة مستوردة، عندها 120 مليون نسمة ويأكلوا الرغيف الخبز طبعا الكسرة. الجزائر هي ثاني دولة في إفريقيا وفي العالم العربي تستورد الحبوب، خاصة القمح اللي نخدم منه الخبز اللي يسمى الفرينة. نعم، نستورد ما يعادل 4 مليار دولار سنويا، 4 مليار دولار سنويا. المشكل ماهوش في 4 مليار، 4 مليار يعني عادي تستورد 4 مليار، احنا مدخولنا 200 مليار نستورد 4 مليار، ماهوش مشكل. المشكل هو انك تصبح رقبتك في يد غيرك، رقبتك في يد غيرك. الامن الغذائي مهم ومهم جدا، يعني عنصرين مهمين، المديونية الخارجية، لانه كي يكون يسالك واحد دراهم تولي مذلول، تولي رويجل، تولي محقور، تولي تهرب تخاف، او يسالني دراهم يشوفني يبهدلني قدام الناس. هذا نقطة العنصر الأول. العنصر الثاني أنه خبزك تستورده، يعني غدوة مجرد خلاف بسيط أو مشكل في الملاحة البحرية، إضراب البواخر أو مشكل في الملاحة، نموت بالشر، ما عدناش وش ناكلو، لأننا نعتمد اعتماد كبير وكبير جدا على الواردات، ما نستورده من قمح، من فرينة، وهذا كان عائق وخطر كبير يهدد الأمن القومي، يهدد الأمن القومي، لأن الأمن الغذائي هو العنصر الأساسي في الأمن القومي. يعني نقدر نكون بدون أسلحة، ولكن ما نقدرش نكون بدون غذاء. نقدر نكون بدون أسلحة، أنت عندك يعني صواريخ وطائرات ودبابات وكذا، عندك جيش قوي وشعبك ميت بالشر، وش دير بالسلاح؟ الجندي جوعان ما يقدرش يستعمل السلاح. يعني أسلحة فتاكة بدون غذاء بدون قمح، مشكل. الحمد لله أنه